نكبة جديدة، ولكن هذه المرة بالألوان. هكذا يصف هؤلاء الفلسطينيون ما حل بهم في خيام النزوح التي لجأوا إليها بعد أن تركوا منازلهم شمال غزة ويواجهون ظروف الحرب والطقس أيضا. يعني الأمور اليوم صعبة جدا في ظل يوم 44 على الحرب على غزة. أمور الناس صعبة، خلال القصف، خلال النزوح، خلال الأكل، خلال الطعام والشراب والاقتصاد، كل هذه الأشياء الأساسية اليوم باتت غير متوفرة. اليوم كمان زادت الأعباء مع نزول المطر والبرد والريح، وشفنا معاناة الناس كيف هي متبهدلة جدا جدا في موضوع المطر، خيامهم مترهلة، قصف ودمار ومطر، مغطين حالنا بالنيلو، فيش بديل، والله الوضع كارثي للجميع. الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في هذه الخيام، والتي تحولت لمنغص لأدق تفاصيل حياتهم اليومية، حولتها الأمطار إلى معاناة لا توصف، مع غياب من يقيهم من مياه الأمطار ووسائل التدفئة التي تخفف من برودة الطقس. الخيمة هاي كلها نايلة ونتفتنا خشبتين وقاعدين فيها زي الرحل، يعني فوق القصف والدمار اللي شفناه والخوف والمشقة اللي لقيناها في الطريق، لكن برغم ذلك انه احنا صبرين وان شاء الله راجعين لبيوتنا اللي تهدمت ونبنيها تاني. لا يخفي النازحون رعبهم من حلول الشتاء وخوفهم من مجهول ينتظر حياتهم التي يحاربون للاستمرار فيها دون أن يجدوا أي أفق لنهاية معاناتهم.